معانا احمد محسن بيخرب دلوقتي في العربيه. خربها كويس يا احمد الله يكرمك. ايوه اكسر يا مسهل. يا سلام بطل الابطال. حرام العربية قديمة. حط ابني هنا. معاك حاجة تانية؟ استنى لسه عايزين نخرب أي حاجة. احنا فينا $4 يعني. أهم حاجة عندي الترباس بتاعي. اه بحب الترباس بتاعي. ايه تاني ممكن يتاخد هنا؟ عندك كرين. انت عارف انا عايز اعمل ايه يا اشرف؟ عندك كرين؟ عندي ايه يعني؟ تعال نفك السماعات. انت عندك ازاز مكسور؟ لا. عندك ازاز فيه حاجه مكسور فيه ورقه. اه ما الورقه دي عشان اللي بيزيق. طب ما انت شوف له جلد هنا. ايه؟ عندي غطا. واحد واخد الكوانين. خد صورني بقى شوية. تعالى. ادي قلب. ما انا هنا كوتش. معفن يعني. ما يستاهلش. ما يستاهلش اللي هو بتاع الطوارئ؟ اه. بس لسه في شغل. قدامك ممكن. البيت ده اسهل من اللي عندنا. اه ناخد ايه رمان البلي يعني. هي دي عندي مش كنبة عندي كرسي. اه ما بقول لك الموديل ده شكله مختلف عن بتاعي. ممكن ناخد اللمبة اللي فوق. يا مسهل يا رب. طلع على النبي. طلع على النبي. اطلع جبا. بس كده. ايش تمام. زودت اصلي. ما تقفلش. اخدنا الفينجات. يلا بينا. شلحنا العربية. لا والله كان فيها بص. تعالى صور السي دي اللي جوه كان فيها سي دي جامد. ما فيها سي دي.